تبدو مربكة هذه الدقائق الأخيرة للمطالعة والمراجعة الدراسية بالنسبة لهؤلاء الشبان، وهم يستعدون لخوض اختبارات الثانوية العامة في المناطق المحررة شمال محافظة حجة، بعد أن كادوا ينسون أجواء الامتحانات منذ اندلاع الحرب. بعد أن توقفنا لمدة 8 سنوات من 2015 عن الدراسة، ولم نستطع بسبب الحرب أن نواصل في أي من مراكز الدراسة. الحمد لله الآن استطعنا مواصلة مسيرتنا الدراسية. بعد التوقف هذا كامل استطعنا أن احنا نواصل مسيرتنا الدراسية في حيران. شل الورقة. أسامة ومعه عشرات الطلاب استعادوا مجددا مشوارهم التعليمي واستكمال مرحلة الثانوية بخوض امتحاناتها في المركز الامتحاني الوحيد الذي تم اعتماده العام الماضي في المناطق المحررة من المحافظة، بعد توقف العملية التعليمية الثانوية لأكثر من 5 سنوات، إلا أنها عودة متأخرة تراخى معها الشغف القديم لتحقيق طموحاتهم. قبل الحرب مثل طموح مهندس أو كذا كان سوف نستمر، ولكن بسبب الحرب توقفنا هذه الفترة كامل. الآن يعني هذا الشغف إلى هنا جزء يعني من هذاك الذي كنا في البداية أنه معنا نستمر بالدراسة، الآن عاد إلينا من جديد روح المعنوية الدراسية من جديد، بس ما هيش بنفس الدرجة، يعني روح بسيط، درجة بسيطة تعتبر شحن بسيط، أنه يعني عن سابقي كان باستطاعتنا نواصل الدراسة. هذه مدة 8 سنوات ليست قليلة من التوقف. أكثر من 100 من الطلبة بينهم 11 طالبة كان لهم نصيب الالتحاق بالامتحانات الثانوية هذا العام، على غير المتوقع بالنسبة لمكتب التربية والتعليم بالمديرية، بعد أن جرى اعتماد المركز الامتحاني العام الماضي وبلغ عدد الطلبة الذين أدوا اختبارات نيل شهادة الثانوية العامة أكثر من 130 طالبا وطالبة، رغم معوقات عديدة لا تزال في طريق اجتياز أهم مراحلهم التعليمية. المنهج يمر عبر البحر من عدن إلى أن يصل إلى مديرية حيران وإلى شمال محافظة حجة لكي يصل هذا الطالب، وهذا طبعا يكون فيه يعني عناء كبير، ولكن رغم ذلك الحمد لله بدأ يصل إلى المنهج، ولو يعني بصورة ليست كافية، ولكن نأمل إن شاء الله عز وجل أن يكون في الأعوام القادمة يعني يستمر العطاء ويستمر وصول المنهج. يرى بعض الأهالي أن عدد المقبلين لإتمام شهادة الثانوية قد يتناقص عاما فآخر في منطقة محاصرة ومعزولة، وينعدم معها استكمال التعليم الجامعي، وتتشعب تعقيدات اجتياز الثانوية العامة، وقبلها هشاشة العملية التعليمية ككل. محمد يوسف، قناة بلقيس، محافظة حجة.